سيادنا السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناه سيمو الشو، قناه المشاريع الملكيه والوطنيه بامتياز. اليوم غادي نشوفوا اخر مستجدات بناء ثلاثه انفاق، واليوم غادي نشوفوا النفق الاول فين وصلت الاشغال فيه والتهيئه والتحضير والتجهيز لبناء هذا الممر التحت ارضي. راجي نشوفوا اخر المستجدات واخر الاخبار التحضير لنفق القاعدة الجوية. متابعينا الكرام، إذا لاحظوا متابعينا الكرام المدار كله أشغال من الشمال والجنوب والشرق والغرب، عملية الديفياسيون على قدم وساق. متابعينا الكرام كيف ما كتشوفوا معايا، وشكرا على التعليقات الجميلة، وما تنسوش ديروا لنا لايك للفيديو. وغادي نشوفوا آخر المستجدات وآخر الأخبار، الأشغال دخلت في مرحلة أو منعطف حاسم، ديفياسيون على شتى الأنواع. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، أندخل معكم مباشرة لأن تبارك الله كاين الوزيعة اليوم، وغادي نشوفوا مجموعة ديال المقاولات ومجموعة ديال الشركات فين كاينة في هذا التريمي الجديد اللي غيمشي على هذا المدار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إخواني متابعينا الكرام، غنحطكم في الصورة بس تمشوا معايا ضربة ضربة، وغادي نفهمكم وغنشرح لكم وحدة وحدة، لأن الشرح غيكون بسيط، وهذا هو الشعار ديالنا هاد القناة، البساطة والواقعية. هذه الطريق ديال مكناس، هنا المدار ديال القاعدة الجوية راه هو أمامنا، وغادي نمشيو ليه وغادي نشوفوا الأشغال كاينة مكتفة، كاينة أكبر عملية ديفياسيون من هاد الشمال، من اليمين واليسار والامام والامام، اربعه ديال النواحي كاين الديفياسيون، كاين هنا الطريق غادي تكون وكاين هنا الطريق غادي تكون. هنا جيت لاباز غادي، هنا حي واد الذهب، هنا كاين حي السلام مورانا، هنا في الطريق اتجاه معموره، هنا كاين حي مولاي اسماعيل ها هو امامنا، وهنا كاين قدامنا القريه. اذا متابعينا الكرام، كاين هنا اكبر عمليه ديفياسيون تحويل مسار هذا ديال الطريق اللي غادي نمشيو عليه ان شاء الله. هنا الطريق نيشان ياك، هذا الطريق اللي غادي نمشيو عليه نيشان ان شاء الله، غادي يكون اول تريمي غادي يبداو فيه بحول الله هذا المكان. اذا كاينه معنا هنا مقاوله او شركه، شريك جديد اللي غنكتشفوه هو فريق بيرسي اللي كيقوم بعمليه الديفياسيون لجميع انواع الخطوط، الشبكه هنا، الكابلات، كل شيء، المسيرنات، كل شيء هنا كيتبدل، وغادي تكون واحد الطريق بحول الله في هذا المسار. تفهمنا، هنا غيكون واحد الطريق وغيمشي على الجنب ديال المدار، وغادي نمشيو ان شاء الله ملي غيدوزوا الراجلين والسيارات بحول الله. اجي نمشيو لفريق اخر اللي كيشتغل على ديفياسيون، فريق وما ادراك من فريق، وكنا كنعرفوا فريق ان جي او جينيرال روتير، ها هما حاليا خدامين وكيشتغلوا. اذا المتابعين الكرام باش نحطكم في الصوره، ها هي الديفياسيون هنا، ها المسار ديال الطريق اللي تصاوب، طريق جديدة ها هي فين كيصاوبوها شتي، ها هما كونوا طريق من هنا، خرجوا من هنا طريق إن شاء الله ملي غيدوزوا السيارات في هذا الاتجاه. إذا الصورة بدات كتضح، هنا الكابلات، هنا الضوء، هنا المسارات كلها كتغير وكتهيئ وكتحضر بحول الله. فريق إن جي أو وما أدراك ما فريق إن جي أو اللي شفناه معنا مجموعة ديال الأشغال العمومية. السلام عليكم، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم. إذا جينيرال روتير حاليا كيشتغلوا على هذا المسار، إذا هذه الطريقة هي أمامنا اللي غادي تمشي من هذا المسار وغادي تمشي بحول الله. إذا متابعينا الكرام، ما تنساوش ديروا لنا، يا بسم الله، ما تنساوش ديروا لنا لايك للفيديو، شجعونا باش نعطيكم الجديد ديال أشغال تغيير مسارات الطريق اليمين واليسار، الطريق اللي كتدي والطريق اللي كتجيب. للإشارة متابعينا الكرام، إن جي أو هو الفريق اللي كنا خلينا المشروع ديالهم وانتهينا معاهم في الطريق ديال اللي سميناها طريق برج محمد السادس، كتذكروها البرج محمد السادس، الطريق اللي كتصاوب الأسفل ديالو من ورائه، هذيك هي الطريق الأخرانية اللي صرعوها وجاو كيشتغلوا هنا حاليا. اجي نشوفوا فريق اخر، اما كاين غيضرب طيح هنا، لاحظوا معايا متابعينا الكرام. اذا متابعينا الكرام، معنا فريق جديد هيدرو برو تغيير مسارات المياه، ها هو امامنا
فريق هيدرو برو، هانتوما لاحظوا معايا، فريق ايضا مكلف بعمليات ديفياسيون. اذا اخواني متابعينا الكرام، نزيدوا هذا اللون هذا عاده كيكون في المياه ديال السقي ديال السقي، هذا النوع هذا تيكون في المياه السقي. اذا الاشغال في هذا الجانب، عمليه ديفياسيون اللي غتكون جايه الطريق مالي وغادي تقطع وغتجي ان جي او، فريق المختص في عمليه الاشغال العموميه، ها هما كيشتغلوا هنا. اذا خليهم كيشتغلوا هنا وكيعمروا الكاميو ديالهم باش كيهيئوا الطريق لنا ان شاء الله بحول الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. يلا سيدنا، الله يعاون اخويا، الله يعاونك، الله يحفظك، بارك الله فيك. اذا نزيدوا الاشغال، وما ادراك ما الاشغال، هجوم اكتساح ديال البنيات التحتيه. اذا ها هما ان جي او هنا، عايزين نكتشفوا عاوتاني شكون اللي كاين في الجهه المقابله الاخرى، وعاوتاني كاين الجهه المقابله الاخرى، الجهه الاولى اللي شفناها هي والثانيه ها هي، والمدار ها هو الوسط بحول الله. عايزين نشوفوا هنا طريق ديال لاباز، وما ادراك ما لاباز، لاحظوا معايا فريق ريضال حتى هو كاين معانا هنا، حتى هو كيحضر البنيه التحتيه، عمليات البناء والتشييد. نشوفوا شنو كاين هنا، فريق ريضال مشكور. فريق ريضال عندهم واحد ديفياسيون كبيره هنا بحول الله، لانستالاسيون كبيره ديال واحد القادوس، وما ادراك ما القادوس، ديال 800 وديال 1000 ديفياسيون كبيره هنا متابعينا الكرام. اشغال كبرى من طرف فريقين بروني وريضال حاليا. اذا ها هما كيصاوبوا هنا لاطراس، كيقوموا بمجموعه ديال الاشغال لتغيير مسار المياه الصالح للشرب. اذا متابعينا الكرام، نخليهم كيشتغلوا ونمشيو نتوجهوا لمكان اخر. تحياتي لهم جميعا، حياهم الله، ليتس جو. اشغال، وما ادراك ما الاشغال، نايضه نايضه حمايضه. اسانك سانك اخاي، اذا اجي نشوفوا فريق اخر او مكان اخر بالاحرى. ديفياسيون طريق فرا كتصوب، متابعينا الكرام، ها هي ديفياسيون هنا جديده، ها هي كتصوب. ها الطريق جايه من الشرق، هذه جايه من الشرق، ها هي لاحظوا معايا، وغتجي من هنا وغادي تمشي نيشان، ومن بعد غادي تمشي على اليسار. فريق ان جي او كالعاده، ان جي او فريق مختص في البناء والتشييد، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، كيسهلوا لنا الطريق ديال السيارات وان شاء الله ممر الراجلين. نزيدوا قدام، الله يعاونكم. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، الله يعاونكم اخي. اذا ها هما خلينا الجهه الغربيه، عاد ندوزو دابا للشرق، الشرق هذا المدار، القاعده الجويه. عاد نشوفوا عاوتاني، راه نايضه حميضه، ها هي الاشغال هنا طويله، ها هي الاشغال من هنا جايه الطريق وغاده على طول، تغيير المسار ديال الكابلات ديال الضوء الشبكه كلشي هنا. فريق ان جي او وغدا على هذا المسار كلها، كتبنى البنيه التحتيه وكتغير، ومن بعد ان شاء الله غدوز الطريق من هنا بروفيزوار، ومن بعد ما غدوز الطريق بروفيزوار غادي يخدموا في التريمي، ومني غيخدموا في التريمي ان شاء الله غينتهي التريمي وغيجيو لهذا الشيء كله غيتانولا وغترجع المياه الى مجراها. ليتس جو. ها الاشغال عاوتاني الجهه الاخرى، هذه المنطقه الشرقيه اليمين ديالها، وهذه المنطقه الشرقيه اليسار ديالها. اذا متابعينا الكرام، اشغال وصلة هنا حد هنا، شوف الروكار برانسيبال راه واحد تما. اذا غادي نمشيو نشوفوا الجهه الاخرى اللي على اليمين ديالي. اذا هذا المنطقه الشرقيه اللي على اليمين ديالنا، ها نكتشفوا هنا، نشوفوا الديفياسيون اللي كاينه هنا.
إذن الأشغال هنا على مدار الساعة هنا كيشتغلوا، هنا كاين راه ديفياسيون متابعينا الكرام، راه هي راهي الطريق، راه هي شتو هاد الطريق، راه هي راه هي راه هي، رد معايا البال، رد معايا البال. إذن متابعينا الكرام الحمد لله الطريق ها هي بدات كتصاوب، الملامح ديالها كتصاوب كتكومباكتا إلى آخره، كيديروا لها الماء كتكومباكتا باش غتهيأ بحول الله. هنا كاين واحد روكار هنا ديال الشبكة ديال المياه والكهرباء، لانستالاسيون ديفياسيون كلها كتبدل. إذا المتابعين الكرام غنزيدوا لقدام ونشوفوا الاشتغال على قدم وساق لفريق ان جي او. هنا معنا فريق ان جي او عملاق الأشغال العمومية. إذا هنا المكان ديال الديبو اللي تيكون فيه الكياس وتشوفنا اللي كتصاوب بها الطريق. لاحظوا معايا متابعينا الكرام، من هنا كيهزوا السلعة وكيفرقوها على الديفياسيون او الطرقات اللي غادي يصاوبوا ان شاء الله. بحال هذه مثلا هالشاحنات هالكاميوات، هالكاميو غادي خارج هو مخرج التوفنه غادي بها باش يحطها في الطريق اللي غادي تصاوب المؤقته. اذا هذا فريق ان جي او، وراه البردولات حتى هما موجودين، يعني هذا الشيء ما بقاش فيه اللعب وما بقاش المزاح. الدقوسكات ويحيى الوطن ويحيى الملك وعاش الملك، وما كاين غير الله الوطن الملك. متابعينا الكرام لاحظوا معايا الديفياسيون كي دايره هنا بحول الله. اذا هذا جانب اخر ديفياسيون ديال الطريق، حتى هي نفس الشيء ونفس الطريقه. اذا هكذا ننهي ريبورتاج هذا النفق او الممر تحت ارضي. متابعينا الكرام ما تنساوش ديرونا لايك للفيديو. هذا اخوكم سي محمد من قناه سيمو شو 07، قناه المشاريع الملكيه والوطنيه بامتياز، مباشره من النفق او التريمي الجديد، بدايه الاشغال الجانبيه. الى اللقاء يا اصدقاء، ما تنساوش ديرونا لايك.